الاسم الكريم عبد الهادي الصخر. الصفه منسق حركه شباب من سوريا ورئيس جمعيه شمس المنصوره. اليوم كنشوفوا الساكنه هنايا كتحتاج فواحد المسيره ضد واحد التلميذ اللي توفى. يمكن لك تشرح لنا ملابسه الحادث؟ اولا السلطة المحلية ولا المجلس البلدي كيقولوا بأن كاينة قنطرة مخصصة للسكن، مع العلم أن هذيك القنطرة مخصصة للمياه الجارية ديال الشتاء، بالإضافة إلى أن واحد الشركة تركية شدت كدير توسيعة في لاطوروت، دارت القوات ديال الماء ديال الشتاء ولا كيهول. أون بليز دو سا ما كاينش الضوء. الدري خرج مع الستة جاي من الكوليج ديالو، غادي سي نورمال غادي يلقى الظل ما والما غادي يقطع لاطوروت، سي نورمال هذا. ملي يقطع جايين في البلاصة اللي باقا تغدي بقى يلا فيها الاصلاحات. كيتفاجئ بان السياره كيقول ان صاحب السياره توهم انه تفرقعت ليه الرويضه وجايب واحد السرعه تقريبا ديال 160 كيلومتر، ضرب الدري غادي في تقريبا شي 120 ولا 140 متر وعاد وقف الدري، حتى الدماغ ديالو بقى في لوطوروت. سميتو السلطات كيفاش تعاملت معكم في هذا الحديث هذا؟ اولا حنا ديما كنلقاو واحد الغموض من السلطات، خصوصا ملي كنديروا الاخباريات ديالنا ديما كنتلقاو بان اخلاء الذمه، مع العلم ان اخلاء الذمه لا يفسد من الود قضيه، بالاضافه الى تلقينا تهديد او نقولوا انذار لبعض واحد الجمعيه هي عضو في التنسيق ديال حركه الشباب من سوريا، قالوا له الا خرجتي غادي اليوم يعني كيعتزموا انهم غادي يوقفوا لهم الجمعيه، غادي يحلوا حنا اليوم كنقول لهم ها الناس المسؤولين الا كنتوا قادرين تحلوا الجمعيه فاش حنا مستعدين، الا بغيتوا تحيدوا الجمعيات ديالنا حيدوا الجمعيات. حنا راه ما جينا ضد حتى شي واحد، حنا من الوقفه الاولى وحنا غادي كنتقوا، خرجنا 37 واحد، خرجنا 150 واحد في الوقفه الثانيه، الحمد لله دابا راه كاين الناس خرجنا باش نقولوا عندنا ميساج بغيت نوصلهم. الميساج الاول هو مرتبط بان البناء القنطره، طالبنا في الوقفه الثانيه اللي كانت نهار 16 طالبنا بناء قنطره، السلطات المحليه ما مدتش لنا اي يد ديال العون، بغينا الحوار مزول علينا. كنتفاجئوا بان دازت 4 جوغ كنلقاو بان الدري مات، الضحيه عبد الصمد الشهيد اللي حنا سميناه شهيد المنصوريه او شهيد الطريق. بالنسبه لسيارة الاسعاف كيفاش ما سمعت هنايا بلا ما حضرتش في الوقت ديال الصحيح هذا؟ ملي سولت بعض المسؤولين على المجلس قال على الجماعه او على السلطه المحليه قالوا لنا بان كانت شي اكسيدون اخرى، جات لومبيلونس توهمات بان كانت في اكسيدون اخرى، والدري بقى في واحد الحاله يعني اللحم ديالو مشتت والدماغ ديالو مشتت والناس كلشي كيشوفوا فيه امام الاب ديالو والام ديالو والجيران وصحابه، حتى جات تقريبا دات واحد السويعة ونص ولا ثلاث سوايع. بخلاف هذا الحدث سيارات الاسعاف واش كتكون هنا في المنصوريه ولا كتجي المحمديه ولا منين كتجي هي؟ عندنا يا اخي الكريم عندنا مشكل، دابا الجماعه حضريه اي مدينه ما عندناش بوست ديال الوقايه المدنيه، واخا حنا طالبنا به وحتى بعض المعارضين في المجلس طالبوا به باقيين ما لقيناش حل، قال لك درنا ملتمس ولكن الحل يعني السؤال ملي كتجي هي سياره دابا السياره ملي كتوقع شي اكسيد اخرى تعيطوا ديال المحمدي حتى هي اللي كتشط ديال المحمديه ديال المحمديه كتقول لك حنا خارج التراب ديال ملي كنعيطوا لبن سليمان 15 ما كتشط خصك تعيط لهم في نيميرو بريفي ديالهم ما كيجيوش او كيجيو معطلين على تقريبا اول واحد الساعه ولا ساعه الله ملي كتكون بحال هكا مراه حامله ولا شي حاجه يعني كتعطل هذا كنضطروا اما ندوهم في السيارات في الطاكسيات واش هي دابا الرساله اللي توجهوا الرساله العاجله لان سمعت كاين بزاف المشاكل عندكم بخلاف القنطره كاين مشكل السكن لحد الان باقي ما جلستش معكم في طاوله الحوار حنا ايدينا ممدده لهم بالحوار في اي وقت وفي اي لحظه يعني حتى التهديدات حنا مستعدين كحركه وكجوج جمعيات حنا عندنا مطالب شتى من بين المطلب الاول وهو الحق في السكن الا كان الدستور المغربي كيقول بان كل مغربي له الحق في عيش حياه كريمه اول حق في حياه كريمه هو السكن اللائق فحنا كنطالبوا بالسكن اللائق ثاني حاجه كنطالبوا واحد القنطره ثالث حاجه كنطلبوا النقل الممتاز لانه كياخذ واحد الارض هي اللي ماشي ديالو وما كيخلص الضرائب ديالو ما كيخلصش الضرائب ومحمي بزاف ديال الامتيازات ولكن ما كيقومش بالواجب ديالو الا كان النقل ديال كازا كيخلصوا الناس 70 درهم للشهر او 80 درهم دايرين لنا 100 درهم والمطلب الاخير اللي هو ديال واحد الزباله المحمديه بن سليمان مزنيقه عين حروده
وبعد احياء او بعد المقاطعه ديال كازا ولاو كيجيبوا حاشاك الزبل ديالهم كيلوحوا في زباله جماعيه بالمحمد بالمنصوريه. درنا وقفات الناس ولات كترجع عندهم الحبابه بالليل. الناس بقاوش في الباقي كيجيبوا دابا السلطه قالت لنا ان ما بقاوش كيلوحوا داكشي ولا لصقوها لشي ناس كيخدموا دراري كنسمح للبعاره. سمعت كاين المراقبه انهم لكن كتبيه دارت شي تنسيق مع اوزون الشركه ديال الزبل اللي كاينه في بوزنيقه ولا الشركه ديال نقل بوزنيقه كتمشي للمحمديه كتمشي للكتبيه كتشارجي وكترجع لبوزنيقه وباللي كتجيب الزبل ديالها وكتلوحوا لنا في الزباله. اذا فهذه مهزله اخرى من المهازل اللي كتلقاها المنصوريه كلها. شكرا.